تسقط كذلك على جيوب المواطنين كما في بلادنا. إن مشكل الماء يعني حاضر بقوة، ومن بين المشاكل اللي كتعاني منه بلادنا هو تراجع جودة المياه. أصبح المغرب يحتل المرتبة 108 من بين 178 دولة. الآن عدد من الجهات والمدن تعاني من مشكل تغير الماء، لون الماء، طعم الماء، كاين دار البيضاء، كاين مراكش، كاين سطات، كاين جديدة، كاين تطوان، وعدد كبير من المدن. من المسؤول؟ هل الشركات الجهوية أم الأحواض المائية؟ إذا هذا المشكل هذا خصنا نعالجه. خلينا من هذا المشكل ديال التلوث، المشكل الكبير الآن في المغرب هو هذا المشكل هذا ديال التلوث، جواز المال بالسلطة في أكبر صفقة كتعرفها الحكومة المغربية في التاريخ ديالها، اللي هي محطة تصفية مياه الدار البيضاء اللي دخل فيها رئيس الحكومة. السيد الوزير كنتمناو تحددوا لنا من المسؤول على مشكل تلوث المياه الشرب في بلادنا وتجاوبونا بكل مسؤولية، وشكرا. شكرا السيدة النائبة المحترمة. هل هناك من تعقيبات إضافية في هذا الموضوع؟ تفضلوا السيد الرئيس المحترم. شكرا السيدة الرئيسة، وحنا كنتصنتوا اليوم الاسم ديال رئيس الحكومة كيتجبد في جلسة دستورية بحال راه كاينة الفوضى في هذا البلاد. الصفقة اللي كيتكلموا عليها الناس هذه أبيل دوفر دولي، وشاركوا فيها أربعة ديال ثلاثة ديال المؤسسات كبار، ونحن سعداء أن اليوم شركات مغربية ورأس مال مغربي وتقنية مغربية هي اللي غادي تحكم في المال اللي غادي يستافدوا منهم 6 مليون ديال المغاربة في الدار البيضاء. وهذه هي السيادة اللي كنسولوا عليها، هي هذه، ماشي هذا الكلام اللي كان هنا مغالطات وخصها تحبس. شكرا.